عمون عمون أيوان روح حرك طالعة يلا كلام كبير كلام كبير بدون تفكير حصل إيه يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير امشي يلا والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير كلام كبير بدون تفكير كلام كبير بدون تفكير شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبير. اليوم حوارنا عن البطاطا الحلوة. ليش سميت البطاطا حلوة؟ خلينا نشوف شو أجوبتهم بيعرفوا ولا لا. تابعونا. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. محمد بتعرف البطاطا الحلوة صح؟ آه. طيب ليش سموها البطاطا الحلوة؟ لأنها ساخنة. كيف ليش سموها بطاطا حلوة؟ لأنه بحط عليها عسل. البطاطا المرة ليش سموها بطاطا مرة؟ لأنه بحط عليها بصل. في بطاطا مرة؟ آه. تحبها؟ آه. كم مرة بتأكلها باليوم؟ 5؟ آه. طيب البطاطا الحلوة شو بتفرق عن البطاطا المرة؟ نبكون حاطين عليها بطاطا حلوة سكر أمي. شو اسم اللي اخترع البطاطا؟ بطاطا. اخترع البطاطا اسمه بطاطا؟ آه. احكي لي كيف صارت بطاطا حلوة يلا احكي لي. لما حط عليها حلو. طيب ليش سموها بطاطا حلوة؟ لأنها حلوة. كيف طريقة عمل البطاطا الحلوة؟ منجيب بطاطا نشرها منحط عليها سكر نحطها على النار. طيب كيف طريقة صناعة البطاطا المرة؟ حطها على الغاز بحط إيش عليها حامض بعدين بيأكلوها. طيب بتعرف البطاطا المرة كمان أكيد؟ إيه. البطاطا المرة بتعرفها؟ لا ما بعرفها. لا البطاطا المرة بتنشوى على الغاز على الدفاية. نبكون حاطين عليها بطاطا حلوة ملح سكر أمي. البطاطا المرة بيكون حاطين عليها ملح. والبطاطا العادية لحالها بدون اشي. طب ايش سموه بطاطا؟ لانه اخترع البطاطا. سموه بطاطا لانه اخترع البطاطا وسموا البطاطا اسمه لانه اسمه بطاطا. طب مين الاصل اسمه بطاطا؟ البطاطا ولا هو؟ البطاطا. البطاطا هي الاصل. كيف طريقة عمل البطاطا الحلوة؟ اشرحي لي. نجيب البطاطا منقشرها نقطعها نحط عليها عسل ومنقليها. احكي لي كيف صارت بطاطا حلوة يلا احكي لي. لما حط عليها حلو. شو الحلو اللي حطوا عليها؟ كراميل. كيف تنعمل البطاطا الحلوة؟ نسلقها. وبعد ما نسلقها نحط عليها ملح. وبعد ما نحط عليها ملح شو؟ ملح. كم مرة أكلتي بطاطا مرة بحياتك؟ أكلت لما كنت مريضة. يوم الأيام صحيتي من النوم وحكولك ما في بطاطا عادية شو بتساوي؟ عادي باكل فواكه. ليش سموها البطاطا حلوة؟ لأن بنت اسمها جميلة. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أجوبتهم غريبة مع أن السؤال سهل عن البطاطا الحلوة يعني نبتة معروفة. عمون عمون أيوان روح حرك طالعة يلا الزرافة خلينا نشوف حيعرفوا عنها ولا لا. تابعونا. حصل إيه يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير امشي يلا والشمالك هدي بالك احكي لحالك. تعرف الزرافة؟ ليش سموها زرافة؟ تسرق الأنظار هي ماشية. لأنها حلو كتير ورقبتها طويلة ورأسها كتير كبير وبتقدر تأكل الأشجار يعني من لما يكون شجرة كتير طويلة بتقدر هي توصل لها. شو رأيك بالزرافة؟ حلوة. ليش سموها زرافة؟ إنها ظريفة. ليش سموها زرافة؟ عشان هي من زمان كانت حمام وحشي بعدها مكياجوها صارت هي زرافة. تعرف الزرافة؟ تحبيها؟ لا. ليش؟ إنها بشعة. حرام عليك الزرافة بشعة؟ كتير بشعة. كمان كتير بشعة. شو البشعة فيها؟ لأن رقبتها طويلة كتير. إيش اسم أبو الزرافة؟ زريف. شو المغزى أنها تكون أطول؟ نعم. شو المغزى من طولها أنها تكون أطول؟ الله هيك خلقها. كل معلوماتك عن الزرافة
وليش يعني اجريها طويلة ليش؟ رقبتها طويلة ليش؟ هيك من الله اجريها طوال. شو اسم ابو الزرافة؟ ابو زرافة. وشو اسم ام الزرافة؟ ام الزرافة. شو اسم اخت الزرافة؟ اخت الزرافة. شو اسم اخت الزرافة؟ اخت الزرافة. ما لهم اسماء؟ لهم. بس هيك اسمها؟ فاكيد لما تكون رقبة الزرافة طويلة في سبب معين. شو هو؟ عشان تعرف تتنفس؟ الزرافة اعتقد انه سببين، الاول عشان تشوف من فوق، تشوف من فوق يعني اخطار او اشي. السبب الثاني انها تاكل من فوق الاشجار، عشان تاكل اذا كان في شجر عالية تقدر توصل لها وتاكل عينها نباتية تاكل. طيب الزرافة ليش رقبتها طويلة؟ بتبيع من كل الطيارات. ليش؟ لأنه بتبيع كل الطيارات. شو اسم أبو الزرافة؟ ظريف. شو اسم أم الزرافة؟ ظريفة. شو اسم الزرافة؟ زرافة. شو اسم أختها الصغيرة؟ زرافة. زروفة؟ أنت حكيتي لي عشان رقبتها طويلة صح؟ طيب ليش رقبتها طويلة؟ عشان تعرف تتنفس؟ عشان؟ عشان تعرف تتنفس؟ ممكن. عشان هي رقبتها طويلة، جسمها طويل، بتعرف تتنفس. رقبتها قصيرة ما بتعرف تتنفس. ليش؟ عشان هي طويلة. زرافة. شو اسم أبوها؟ زرافة. اسم أبوها؟ زرافة. اسم أمها؟ زرافة. اسمها؟ زرافة. اسم أختها؟ زرافة. اسم أخوها؟ زرافة. اسم بنت عمها؟ زرافة. ابن عمها؟ زرافة. طب مين هو زرفول؟ ولا حدا. يا جماعة الزرافة، يا جماعة الزرافة نوع من أنواع الحيوانات المعروف. شو هالأجوبة هاي؟ للقاء. عمون عمون. أيوان. روح حرك طالعة. يلا. كلام كبير. كلام كبير. بدون تفكير. حصل إيه يا راجل؟ كلام كبير يا عم. بدون تفكير. امشي يلا. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير، لا تحكي وتفتي شهادة يا ستة ترفي ورطي شو كذب كتير. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير، لا تحكي وتفتي شهادة يا ستة ترفي ورطي شو كذب كتير. كلام كبير بدون تفكير، كلام كبير بدون تفكير. شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة.